كيفاش كانت المباراة كيفاش الحمد لله حققنا الأهم بحال اللي قلت لك في البداية ديال المقابلة، فكان عندنا لقاء اللي كان صعيب ضد المتزعير، سيطرنا على أجواء ديال المباراة، من بعد شفنا الهدف الثاني حاولنا لأننا نتسناو الخاص لأننا حققنا هو الأهم هو جزء ديال الأهداف. لوبجيكتيف اللي كان عندنا مع فريق تحت الزمرة الخمسة هو تكون واحد الفريق شاب مستقبلي والحفاظ على المكانة ديال تحت الزمرة الخمسة. الحمد لله كنحمد الله وكنشكره أننا وفقنا ربي في هذا لوبجيكتيف ديالنا. بهذا نداء للناس ديال تحت الزمرة الخمسة والمسؤولين على الأقدام ديال تحت الزمرة الخمسة أنهم يعطوا واحد الاهتمام لهذا الفريق هذا، لأنه هو نقطة الضوء الوحيدة في هذا الإقليم هذا، وما نطيحوش في الأخطاء ديال الموسم السابق. كنتمنى إن شاء الله أن الرسالة توصل للمسؤولين وكل شيء يضاف الجهود باش نضبطوا الأمجاد ديال تحت الزمرة الخمسة في المستقبل القريب إن شاء الله.